السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد. المكثفات يا جماعة شيء مهم طبعا، وزي ما انتم عارفين في جميع الدوائر باورات وصوت وكل شيء في الأجهزة لازم هتلاقي مكثفات. وطبعا المكثفات بتختلف نسبتها تمام أو قيمتها من واحد لآخر، تمام كده. طيب المكثف لو هو مختلف طبعا بنبص له كده من بره، لو مفرقع زي ده كده يبقى عارفين ان هو بايظ. طيب لو هو مش مفرقع وسليم تمام واحنا مش عارفين نثبته او عاوزين نقيسه، طبعا مش شرط يكون مفرقع كده، يعني البايظ مش شرط يكون مفرقع الفرقعه دي تمام، ممكن يكون كده وشكله نضيف بس ضعيف. طب هنعرفه ازاي؟ هنعرفه بالافوميتر تمام. طبعا مش كل الافوميتر هيديك النسبه بايه، نسبه دقيقه ونسبه مظبوطه. انا جربت الافوميتر للشعب كله مفيش ولا واحد طلع مظبوط، واللي طلع مظبوط كان اكبر حاجه فيه 200 ميكرو، ده اقصى شيء فيه، يعني يقيس في مكثف من تحت ال 200 ميكرو يقيسهم، لكن من فوق ال 200 ميكرو ما تعرفش تقيسهم تمام. طيب ده انضف افوميتر ممكن تقيس بيه المكثفات، الاجهزه اللي هي الغاليه تمام. طبعا ده من شركه يونيتي، ده جهاز جميل جدا جدا وذات مميزات، بسم الله ما شاء الله، يعني مميزات كتير جدا فيه. تقيس المكثفات لازم يكون معاك افوميتر نظيف، لازم يكون معاك جهاز نظيف. عندك تكة هنا مخصوص للمكثفات 100 ميكرو فرات تمام، طبعا ده رقم كبير جدا. هنجيب بقى التكة دي كده، ال 100 ميكرو فرات ديت 100 فرات ديت تمام، ده كده على ورق المكثفات. عندك اللمبة ديت بتسرق أخضر وبتسرق أصفر تمام كده، أخضر يعني قرا المكثف، في حالة ما تسرق أصفر يبقى لسه المكثف بيشحن تمام. طيب احنا هنركب كده الأول الكروكودايل او مشابك عشان ما ينفعش تهز ايدك وانت بتقيس المكثف تمام كده. معانا الاسلاك اهي، كده الافوميتر باين معانا اهو. هنبدا باصغر حاجه كده معانا، انا اصغر حاجه معايا مكثف عليهم قطبيه بتاع مراوح، وده 3 ميكرو، ده 3 ميكرو تمام، 3 ميكرو فرات. طيب هنحط كده، بصوا على اللمبه ديت كده، اللمبه دي سرجه احضر اهي تمام. في حاله الشحن هتلاقي تسرق ايه، اصفر كده، بعد ما تديك اخضر كده سرجه احضر اهي، يبقى كده المكثف ايه شحن ونسبته كده 3 ميكرو اهو وكسور، كده المكثف ده سليم تمام. في حاله لو اعطاك نسبه خطا اقل من المكتوب عليه طبعا يبقى ضعيف. طب ده اصغر واحد مكان معانا ده، طب ده اكبر شويه 4 ميكرو، هتلاقي اللمبة بتسرق أصفر أول ما توصل لحد ما المكثف يشحن هتبقى عندك أخضر تمام. اعطيتنا أخضر أهي واعطيتنا النسبة بتاعته 4000 ميكرو، 4 ميكرو و146 مية، ده 146 من ألف، ده كسور ده قلنا زمان أكسبك منها. أهم حاجة عندي النسبة اللي هي 4 ميكرو، لو طلعت 3 ميكرو و2 أو 1 أو مش عارف إيه يبقى المكثف ضعيف. طبعا المكثف فيه نسبة خطأ زي ما إحنا عارفين، ممكن يزيد شوية ممكن يقل شوية تمام كده. طيب نصعبها له شوية كده، ده 47 ميكرو، السالب على السالب والموجب على الموجب، وهتصبر شوية مش هديك راعة على طول، تصبر شوية لحد ما يشحن لما تخضر معاك، لما سرك تخضر معايا اهي كده. المكثف عندي كام؟ 44 ميكرو 57% تمام، هو كام؟ 47 ميكرو، هو كده سليم تمام. لأن زي ما احنا قلنا في نسبة خطأ، ممكن تزيد شوية ممكن تقل شوية. طب ده نصعبها له شوية، ده 330 ميكرو، 330 ميكرو على 200 فولت تمام. خلي بالك انا بصعب كل شوية، بصعبها اكتر او بكبر القيمة اكتر. وصل كده وهنصبر شوية لحد ما اللمبة تسرق اخضر، عادي كام؟ 203 ميكرو، وده هنا 330، ده كده ضعيف، ده كده ضعيف تمام. طيب نجيب اكبر شويه، ده 1000 ميكرو، ده 1000 ميكرو على 35 فولت تمام. وصل كده هنصبر شويه، هي كده سرجه اصفر اهي، ساعه ما تخضر اللمبه كده سرجه تخضر معايا كام؟ الكسر ده شاحن ولا ايه؟ تعمل شورت كده الاول، وبالاخص لو انت قلع من جهاز لازم تعمل شورت على الرجل كده عشان لو في شحن ولا حاجه كده. كده سرجة اصفر اهي، اما تقلب معاك اخضر
اعطيني 1000 ميكرو و39 كده سالم 100%. شوفوا كده اللود بالنسبه لي كام بزياده، طلعوا بزياده هو 1000 ميكرو، 1000 ميكرو بس اعطينا شويه كسور زياده زي ما احنا قلنا في نسبه خطا، ممكن نزيد شويه ممكن نقل شويه. طيب نصعب اكتر، ده 2200 ميكرو، 2200 ميكرو تمام. لو انت كنت مركبه في جهاز لازم تعمل شرط على الرجل كده، مش مركبه في جهاز وجديد خلاص كده. هنصبر شويه لحد ما اللمبه تصير كده زي ما احنا بنقول تمام. كل ما القيمه بتكبر كل ما بتتاخر في الشحن. اعطيني 200 2063 من 100، 2000 ميكرو. لو هنا دلوقتي هتلاقي هنا نقطه ايه علامه تمام بوينت، يعني 2.063 يعني كده 2000 ميكرو و63، هو كده حلو مش ضعيف تمام. زي ما احنا قلنا ممكن تزيد شويه ممكن تقل شويه النسبه او القراءه اللي طالعه معاك. ده اكبر واحد بقى معايا اللي هو 4700، 4700 ميكرو. هتعمل شورت لو كان راكب جديد زي ما احنا قلنا تاني، لو كان جديد خلاص، لو كان قديم وقلع من الشاسيه ولا حاجه او من جهاز لازم تعمل شورت على الرجول عشان يبقى شاحن كهربا، لان لو شاحن كهربا هيخرف معاك كده. تصبر شويه لان ده بتاخر، خلي بالك كل ما القيمه تكبر كل ما الافوميتر بيتاخر مده. اهو اعطينا 4298، هو هنا 4700 ميكرو تمام. وارفع الكاميرا كده 4700 ميكرو، هنا اعطينا 4300 بالظبط، 4300. لو اتاخرت خلي بالك بيزيد لانه كل لسه في عمليه شحن برضه، بس شحن بطيء مش شحن سريع زي في الاول كده. 4300 ميكرو وهو 4700 زي ما احنا قلنا تاني، بجيش النسبه اللي مكتوبه بالظبط، لان المكاسبات دي كلها مصانع وكل مصنع يعني ما بيداش القيمه بتاعته مظبوطه، بس كده بيشتغل. يعني هو لو قل عن 4000 هيبقى ضعيف، فهو كده شغال لان ده جديد تمام. نادر جدا ما تلاقي نوع يجي معاك صح الصح زي الالف ده كده، هذا مكثف نظيف. هوريلكم من تحت عشان تعرفوا برضو الحته دي. لو جيت تبص من تحت هنا شايفين الكاوتشيه بتاعته عامله ازاي من تحت تمام. ده مكثف اصلي تمام كده. التقليد شايفين عامل ازاي، نظام دوائر كده. شفت الفرق ما بين الاثنين؟ شفت الفرق؟ ده هيديك نسبه ضعيفه، ده هيديك نسبه مظبوطه تمام. اهو لو جينا نقيس الالف تاني تعمل شورت كده هيطلع لك نسبته بالظبط 100%. ليه؟ لانه مكثف اصلا. اهو كده بشحن، ساعه ما اللمبه تاخد اخضر معاك يبقى كده شحن خلاص. اهو اعطينا 1000 ميكرو و41 من 1000، المهم ما قلش عن 1000 ميكرو. ليه؟ لان المكثف ده اصلا تمام. يعني عشان تعرف الحركه ديت خليك ركز على الحته دي، الكاوتشيه من تحت طالما فيها الرسمه دي تمام. شفت منظر الكاوتشيه دي عامل ازاي؟ ده اصل، ده تقليد، ده تقليد تمام، وده تقليد، وده تقليد، وده كله تقليد تمام. ده مكثف اصلا عشان كده عندك نسبته 100% تمام. ودي برضو معلومه تانية عشان الناس حابين تكون عارفه الكلام ده كله. ده كان موضوع قياس المكثفات، ان كان مكثف عدم قطبيه او مكثف مستقطب زي ده كده، ده عدم قطبيه تمام. مره واحده اسمه مكثف عدم قطبيه، ملوش موجب وسالب الكلام ده، لكن ده في موجب وسالب تمام. الجنب اللي متعلم ده السالب، الجنب اللي مش متعلم ده الموجب. الاثنين عامه على الافوميتر ده بيقيسوا على التكه دي او على الخيار ده زي ما هو كده الوقت تمام. ورا المكثف رسمه المكثف اهي تمام. وارفع في الكاميرا كده اهي رسمه المكثف وكاتبين 100 MF، ده ورا المكثفات. طبعا لو مكثف قد ده 5 6 مرات 8 مرات برضه هيقيس على المكثف على الافوميتر ده، لان الرقم ده كبير جدا تمام. 100 دي كبيره جدا، يعني لو مكثف اكبر من 4700 ده 10000 ميكرو 20000 ميكرو برضه هيجيب معاك. المكثف ده ما شاء الله زي ما قلنا كبير، رقم كبير. ده كان موضوع قياس المكثفات، يا رب يكون الفيديو عجبكم واشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.